ضرار بيوصل رسالة للشيخة أمينة بنت سعود بهوان. إيش بتقول؟ شيخ أمينة أبا داتة معيب وقاضية وعال بس بس آه. طب شيء ثاني؟ ها؟ آه؟ آلينة وفانيلة آه وأري مصي ومصر آه للعيد عيد أري أيوة من عيد منتبه عادي من لا من عيد منتبه رسالة لمن؟ رسالة أمينة أيوة إن شاء الله أبا داتة حلو بس اه ما تبع عيديه شيء عيديه شيء عيديه اه شيء اه شيء كم العيديه تبع عيدي 10 ريالات 10 ريالات زيد زيد فوق تا 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 ام اه ده ايش قول أمينة ايش يا اميه اقول لمن قول من هي شيخ أمينة ايش اقولها مين بتروح اه يا اميه بتروح العمره بعد؟ ها ضرار وايد طلباتك زادت وطلب؟ ايوه لا 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 ما يصير تطلب وايد عندي سؤال ايش السؤال؟ ابو بيت انت وايد طماع وطلب؟ ايوه طماع لا حول الحين دشداش وطاقيه وعمره ها؟ وبيت لا ما في عمريه العمره كنسلت؟ كنسلت ايش تبغى؟ انا احنا ابو بيت بيت آه. زين بيت ما يصير انت ما عندك حرمه متزوج انت وتعلو ايوه وبو ايوه لا ولا يعني الحين تبى بيت ولا عمره احنا ابغى بيت ابغى لا بيت انت ما عندك حرمه وتعلو اذا الحين انت بتروح اجي عمي خلاص عمره آه. يلا توكل على الله حياتك لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.